اشرف، فنيا الاهلي عجبك النهارده؟ يعني بنشوف اداء متذبذب، هل الاهلي كويس النهارده ولا عشان القطن الكاميروني فريق يعني مستواه قليل شويه؟ لا احنا مش عايزين نقول ان علشان يعني هو استفاد من المستوى الفريق المنافس او القطن الكاميروني. هو طبعا معروف ان فرقه القطن الكاميروني هي اقل فرقه في المجموعه. ايوه كمستوى يعني النادي الاهلي طبعا داخل المباراه دي يعني ما قدموش ان لازم يكسب، حتى يعني لازم يكسب المباراه اللي بعدها واللي بعدها بشكل واضح جدا عشان يقدر ان هو يوصل في المنافسه في الفتره اللي جايه. لكن النادي الاهلي النهارده تحس ان لازم من بدايه المباراه، احنا هنتكلم عن النادي الاهلي النهارده يعني خد بالك زي ما انت قلت دلوقتي في تفاوت في مستوى النادي الاهلي من مباراه لمباراه، وعلى فكره معظم انديه الدوري كلها كده مش الاهلي بس. يعني برضو على سبيل المثال هنتكلم عليه الزمالك نفس الوضع بالظبط. لكن النادي الاهلي تعامل مع المباراه النهارده بشكل كويس جدا، انتشار الفرقه كانت كويسه جدا في الملعب، اللعيبه عندهم الاصرار ان هم يجيبوا يعني يكسبوا المباراه، حتى كمان بانت في الـ في الـ في, الـ في الهجمه الاولى اللي على المرمى كان فيها ايجابيه بشكل كبير جدا من طاهر محمد طاهر. الدريبلينج اللي عمله طاهر تحس ان هو رايح عشان عايز يعمل جول، هو مش رايح يجيب جول، هو رايح يعمل جول. برضو المساعده السرور اللي اتعمل من محمد شريف كمان ان هو السنده دي وان هو يرجع في الحته دي ان هو يروح ويرجع، دي بتاعت مهاجم اللي هو محمد شريف اللي من سنه او سنتين وسع لنفسه يعني اشتغل فيها كويس، اشتغل فيها كويس قوي. فهو نجاح للمجموعه كلها في بدايه المباراه. ممكن يكون الكلام اتقال لهم ان انت عايز تكسب المباراه هات جول في بدايه المباراه تفرق، زي ما انت بتقول فتح المباراه وفتح الجيم بالنسبه له، الامور بقت اسهل بالرغم ان هو جاب الجول الثاني في دقيقه 40. يعني هو برده النادي الاهلي كان لازم يبقى عمليه الضغط بتاعته والايجابيه اللي على مرمى القطن الكاميروني كانت تبقى اكتر من كده. ايوه علشان برضو انت عارف الفرق الافريقيه لما بتجيب فيها جون واثنين وثلاثه الامور بتتسهل عليك بشكل كبير جدا. هي اتسهلت لكن كان برضو كان منتظر ان يبقى عدد الاهداف اكتر قبل الدقيقه 40، يعني يكون الهدف الثاني ده قبل الدقيقه 40. والنادي الاهلي كان مستمر في عمليه الضغط يعني بيشتغلوا بشكل كويس جدا. القطن الكاميروني بيلعب على الامكانيات بتاعته، امكانياته قليله جدا. النادي الاهلي بيلعب مع عمليه الضغط بشكل كويس قوي، انتشاره على اطراف الملعب بشكل كويس. يعني علي ومحمد هاني كانوا عاملين ستريتش الملعب كويس جدا أي. عشان كده عملوا مشكله كبيره للمساحات اللي كانت موجوده عند القطن الكاميروني. النهارده من مكاسب المباراه برضو اللعيبه الاجانب بتحتاج وقت علشان تقدر تعلم عند الناس. يعني احمد قندوسي برضو المباراتين اللي لعبهم قبل كده برضو الناس مش عارفه تحكم عليه، لسه داخل برضه يعني مش عارف تحكم عليه. لكن احنا دايما بنقول يا كريم اللاعب الاجنبي اللي يجي يخش في زمالك واهلي والفرق الكبيره دي لازم يعلم من اول مباراه، لازم يعلم من اول مباراه. لكن هي بتصادف طبعا سوء حظ في ان مجموعه اللعيبه او الفرق في التوقيت ده ما تبقاش كويسه فبياخد وقت شويه. طبعا مجموعه اللعيبه اللي عمل اللي دفع بيهم كولر النهارده اعتقد ان دي من ايجابيات الماتش، مهم جدا. يعني هو اختار توقيت كويس قوي في عمليه الدفع باللعيبه الصغيره ونجحوا في التواجد. بس برضه كابتن اشرف في نقطه ان برضه في لعيبه كتيره جدا مصابه، لو كان حسين الشحات موجود واحمد عبد القادر موجود وكهربا موجود هل كان هيدي الفرصه؟ لا ما هي دي فرص بتيجي للاعب الناشئ شوية. مش عايز اقول ناشئ، اللاعب الشاب هو لازم يستغل التوقيت اللي بيتم الدفع بيه. يعني النهارده مين اللي احرز؟ رافت خليل احرز هدف كويس جدا، تمركزه كويس قوي، محاولاته ان هو يحرز هدف في توقيت كويس في مكان كويس، فده برضه هيعلم عند الناس ان انت استغليت فرصه عدم وجود لاعب اساسي وانت حليت محله فبتستغل فرصه زي دي. فدي من الحاجات الكويسه جدا ان في دفع بعدد من اللعيبه الشباب اللي هم كانوا متواجدين. اللعيبه اللي موجوده عندهم روح كويسه جدا. برضه انا عندي علامه استفهام على بيرسي تاو وهو مصمم ان هو يكون متواجد في ارضيه الملعب من بدايه المباراه. يعني ما اعرفش السبب، برضو تبقى قناعات للمدرب. لكن انا شايف ان بيرسي تاو من اللعيبه اللي ممكن يكونوا بعيد شويه. على فكره للاسف اللعيبه الاجانب اللي موجودين في الاهلي والزمالك اقل لعيبه اجانب موجودين في الدوري المصري. أي. للاسف صح دي شفنا مابولولو وشفنا لعيبه جامده جدا، انا مش عارف ايه السبب بس. أي. دي بتبقى عين في الاختيار. يعني ما اعرفش المعايير اللي بتتحط للاعب الاجنبي بالنسبه للفرق الكبيره اللي هي بتنافس على بطولات كبيره المفروض تبقى معايير مختلفه تماما.